نحن الآن هنا بمدخل مقبرة الشهداء بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. أنا الآن في طريقي إلى قبر المفكر المؤرخ الباحث الجزائري محمد أركون. قبره غير بعيد على المفكر محمد عابد الجابري. هذه ثاني زيارة، كنت قد زرت المكان من قبل عام 2019. هذا هو طريق قبر محمد أركون لنشاهد سويا. إذن في هذه الجهة مسجد الشهداء، هنا قبر المفكر المغربي الشهير الكبير محمد عابد الجابري في هذا المكان. خلفه مباشرة في ذات الصف قبر المفكر الجزائري محمد أركون. إذن هذا هو قبر المفكر الجزائري محمد أركون بمقبرة الشهداء. إذن هنا بهذه المقبرة كما ذكرنا في بداية الفيديو، مقبرة الشهداء بالدار البيضاء كازابلانكا، قبر المفكر الجزائري محمد أركون. وبجانبه مباشرة في ذات الصف غير بعيد على بعد خطوات فقط قبر المفكر المغربي محمد عابد الجابري. إذن هذه ثاني زيارة، زرت المكان من قبل عام 2019. ما تغير في المكان هو بعض المقابر الإضافية. ذكر لي القائمون على المقبرة أن هذا القبر أضيف من قريب، يعني عام 2020، بجانب قبر محمد أركون، وهو لسيدة أتي بها من بلجيكا، من دولة بلجيكا، دفنت إلى جانبه. القبر جديد، يعني هذا التغيير البسيط فقط يعني الذي حدث في المكان. وبعض المقابر الجديدة الأخرى عام 2022، هذه مقابر جديدة كلها. وقبر محمد أركون طبعا يعود إلى 2010. رحم الله المفكر محمد أركون والمفكر محمد عابد الجابري. يموت المفكر والباحث والعالم وصاحب القلم، ولكن يبقى فكره حيا وتبقى أعماله ومؤلفاته للجميع. اتفقنا أو اختلفنا، أنا أقول هذا الكلام من أمام قبر المفكر الجزائري محمد أركون الذي أثار جدلا كبيرا في حياته ولا يزال لحد اليوم. اتفقنا أو اختلفنا معه، كثير من الناس يختلفون معه. حينما أقول الناس أقصد المتخصصين والباحثين، لا أتحدث عن عامة الناس. كثير من الناس يختلفون معه، وهناك من يتفق معه، كثير أيضا يتفقون معه مع طروحاته، مع أبحاثه، مع فكره. لكن في الأخير هناك ما يؤخذ منه وما يستفاد منه، من فكره ومن أبحاثه، وأنا شخصيا استفدت منه كثيرا. وحينما تقرأ لمحمد أركون بعمق وبلغته التي كتب بها، أو باللغة التي كتب بها، اللغة الفرنسية التي كانت بالنسبة له هي اللغة الأم، باعتبار أن الجزائر وقتئذ كانت تحت الاحتلال الفرنسي، وباعتبار أيضا تكوين محمد أركون، تفهم أشياء كثيرة. ولا يفهم محمد أركون
إلا باللغة الأصلية التي كتب بها، باللغة الفرنسية، لأن الترجمات التي قدمت عن أركون ترجمات فيها كثير من الخيانة، كما يقال الخيانة في الترجمة، ولذلك ظلم محمد أركون كثيرا. صحيح أنه لا يوجد إجماع كبير على كل ما قدم، ولكن في الأخير هو باحث ومفكر وعالم أنثروبولوجيا وعالم علم اجتماع، أيضا تخصص في علم الاجتماع وفي اللسانيات وفي الإسلامولوجيا التطبيقية، وقدم كثيرا. يعني هناك أفكار كثيرة جدا أنا شخصيا أتبناها، وأفكار كثيرة جدا أرى أنها من شأنها أن تحرك وأن تحدث صدمة في العقل العربي والإسلامي، وأن تجعله يفكر ويبحث ويتقدم في الحقيقة. افتري كثيرا على محمد أركون وظلم، لكن الحقيقة أنه قدم كثيرا للتراث العربي والإسلامي، ودعا كثيرا أيضا إلى خدمة التراث العربي والإسلامي وإلى تجديده بطريقته وبوجهة نظره. إذن ألقاكم في فيديوهات مقبلة مع مفكرين وأعلام وأماكن وشخصيات أخرى. أحييكم من الدار البيضاء كازابلانكا، من المملكة المغربية، من هنا من مقبرة الشهداء، حيث ترون خلفي جامع الشهداء. إلى اللقاء.